ونقول حياكم الله في فقرة هند سوشيال. اليوم راح نتكلم عن خبر وايد مهم للسيدات إلى حد ما. هيئة منظمة معايير الإعلان البريطانية طالب المؤثرين بعدم استخدام الفلاتر المضللة. طبعا أنا ذبحوني تقولوا لي لا تستخدمين فلتر، يعني هذه واحدة من الأمور شوية صعبة، بس شنو اللي صاير؟ صار إن في واحدة من خلينا نقول المشاهير البريطانيات أطلقت حملة اسمها فلتر دروب، إن هدوا الفلاتر. ليش؟ لأن وايد من الشركات الإعلانية قاعدة تستخدم الفلاتر، وهذه الفلاتر قاعدة تضلل النتيجة النهائية لاستخدام المستحضرات أو المنتج. فهذا الموضوع قاعد يتعارض مع الطبيعة وقاعد يأثر على خلينا نقول المراهقين. فالحملة اضطرت ان هي تعطي هيئة المنظمة المعايير الطالب في عدم استخدام الفلاتر، ويمكن ما تقدرون تستخدمونها ببريطانيا أجل. نصيحتنا سوشيال اليوم راح تكون عن أهمية مراجعات المنتجات اللي هي الريفيوز. 70% من اتخاذ القرارات لأي مستهلك يعتمد على شنو الريفيوز والمراجعات اللي قاعد يراها عن أي منتج مهما كان، إنزين بعدين يأخذ قرار الشراء. فمثل ما نشوف وايد منصات تجارة إلكترونية مهتمة في هذا النوع من المراجعات، وساعاتكم مراجعات فيديو، فاهتموا بالمراجعات إلى حد كبير أكثر من خلينا نقول الحملات التسويقية أو الترويجية، لأن هذا اللي اكتشف في الفترة الأخيرة أن المراجعات أهم من الترويج بحد ذاته. تطبيقنا المفيد حق فقرة اليوم هو تطبيق سبيتشيفاي. سبيتشيفاي عبارة عن تطبيق يقرأ لك الارتكل أو المقالات اللي موجودة على الويب، اللي موجودة بالتكست أو اللي موجودة يعني النصوص. هذا يساعد إذا أنت مثلا مستعيل أو أنت مستعيلة تبين تسمعين ارتكل أو خبر يعني كبير أو معلومة أو هذا، بس ما عندك الوقت إن تقرينه، تفتحين سبيتشيفاي وتقطي داخل الرابط وبعدين يقرأ لك إياه من الأول للآخر. وايد انصح فيه، حياتنا صارت سريعة صعبة، ما حد عنده وقت يقرأ. فأحد التطبيقات اللي أنا شخصيا يهمني يكون في موبايلاتي كلها. وبكذي نكون وصلنا لنهاية فقرة اليوم، أتمنى استفدتوا منها، ونشوفكم في فقرات جاية إن شاء الله.